بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير البشر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بكم جميعا في منزلكم، فأنتم أهل الدار، ونتشرف بكم جميعا وحياكم الله. حديثي القصير والمختصر في بداية هذه الندوة على شكل رسائل قصيرة. رسالتي الأولى إلى أبنائنا المعتقلين: أنتم فخرنا وأنتم عزنا، رفعتم رؤوسنا، وستخرجون عن قريب إن شاء الله مرفوعين الرأس، وسيذكركم التاريخ على صفحات من نور إن شاء الله. رسالتي الثانية إلى أهالي المعتقلين: لكم أن تفخروا بأبنائكم، حراكهم ضد الفساد امتد عدة سنوات، ويجب أن لا يختصر في ساعة واحدة التي دخلوا فيها المجلس. إن ما قام به أبناؤكم إنما هو صراع، صراع بين الخير والشر، صراع بين الصلاح والفساد، صراع بين الحق والباطل، ودائما الحق ينتصر. إن الباطل كان زهوقا، وأنا واحد منكم، أعرف مرارة الظلم، ولكني أرى أمام عيني كويت أفضل ومستقبل أجمل لأبنائنا وأحفادنا. وما قام به أبناؤنا إنما هو لبنة واحدة في ذاك المستقبل، إنما هو لبنة واحدة في ذلك المستقبل المشرق للكويت إن شاء الله. رسالتي الثالثة للفاسدين والمفسدين: تأكدوا إن أهل الكويت الصادقين والمخلصين يعرفونكم جيدا، يتحدثون عنكم في مجالسهم وفي دواوينهم، ينظرون لكم باحتقار ودونية. هذا ما هو حاصل في دنياكم. وأما ما ينتظركم عند الله سبحانه وتعالى فأكتفي بقوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. وأخيرا رسالة قصيرة إلى من نحبهم دون نفاق، ومن نحترمهم دون تملق، ومن ننصحهم دون تزلف. رسالتي لأسرة الحكم الكريمة: هؤلاء الشباب الوطني الموجودين خلف القضبان، هؤلاء هم عيالنا، هؤلاء هم عيالكم، هؤلاء هم الرجال المخلصين الصادقين. لم يقبلوا السكوت على الخطأ، لم يقبلوا السكوت على الفساد، لأن الفساد ببساطة في نهاية الأمر سيضر الجميع ويدمر الجميع ويدمر البلد. ف
فلا قيمة لنا ولكم دون الكويت، ولكم الخيار. فأما هؤلاء الشباب الوطني المخلص، وأما المنافقين والوصوليين الذين سيتركونكم عند أول لحظة تتأزم فيها الأمور، لكم الخيار، لكم الخيار، لكم الخيار. والسلام عليكم.